واد يا سعيد تكونش دي البنت مشيرة زميلتك في الكلية اللي كنت بتكتب لها جوابات حب وبتخبيها في الحمام؟ ايه ده كان بيخبيك في الحمام؟ لو سمحت يا ماما نتكلم في الموضوع ده بعدين. وبعدين ابوك لما زبطك راح مشي وراك لقاك واقف لها عند البيت وبتتجسس عليها وهي في اوضه نومها ورنك حته علقه. انتوا مين؟ انت مين؟ انتوا عايزين مني ايه؟ بقول لكم ايه؟ انا اتسهلت معاكم قوي. طالما الهانم دخلت وبوظت اللغز يبقى نتقابل في الاوضه اللي جايه. مش هستعمل الكلام ده. عايز اجيب فيلو لابويا. الساعه كام؟ لسه بدري على اللغز. نملك ساعه. وبعدين بقى في الجنان اللي احنا فيه انا عايز اخرج من هنا. ودلوقتي معدنا مع الفخ الاخير هو في ايه دي عصفوره؟ ما خلاص كشفناك، لزومه ايه بقى الماسك ده؟ وبعدين اصلا الماسك ده مرعب قوي. على فكره ابنك وشه مرعب اكتر من الماسك، والصوت مستفز قوي بصراحه. سوري يا مشيره، انا ما كنتش اعرف يعني ان الصوت بيزعجك. انا قلت بس يعني ما خرجكمش من مود يا جماعه. يا سلام، مود اللي اتخرجنا منه على اساس ان احنا واخدين فلوكة في النيل. اخلص خرجنا من هنا. تخرجوا؟ انت متفائل قوي يا دكتور. دلوقتي جه ميعاد الحساب على كل قلم عملتهولي. قدامكم ربع ساعة، لو معرفتوش تفتحوا الباب اللي قدامكم ده هشغل الغاز. ايه يعني هتنيمنا؟ نيمنا. لا يا خفيف، الغاز المرة دي هيفضل مفتوح مش هيتقفل. فهيحصل ايه؟ ما تقول يا دكتور هيحصل ايه؟ ومن دلوقتي قلتلكوا فاضلكم ربع ساعة لازم تحلوا اللغز عشان تخرجوا من الباب، والعداد بيعد. يا لهوي، انت عايز تموت امك يا ابن المجنونة؟ مش عايز طولك لسان يا ماما، قدامكم ربع ساعة. طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا لازم يا جماعة ندور على اي لغز هنا ولا هنا ونحله عشان ده اللي هيخرجنا من المكان ده. يلا. صح، انا هدور. اهو لقيت اللغز. الصندوق اللي مقفول بقفل ده، بس ازاي هنعرف الباسورد بتاعت القفل؟ سهله، 1 2 3. انا عارفه تافه. احترمي نفسك يا ماما، اهو انت اللي تافهه و60 تافه. بتحترم نفسك يالا يا هطل انت يالا دمك يالا.